طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. لماذا الجواز العراقي يستمر ضمن أسوأ جوازات العالم وكأسوأ جواز على المستوى العربي؟ أليست الأوضاع في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن جعلت الجواز العراقي يتصدر أسوأ جوازات العالم؟ أليس الوضع الأمني سبب الرئيس في تدهور قيمة الجواز العراقي عالميا؟ فمن المسؤول عن استمرار بقاء الجواز العراقي كأسوأ جوازات العالم؟ أليست الحكومات المتعاقبة مسؤولة بالكامل عن هذا التدهور في الجواز العراقي؟ فلماذا لا تتخذ وزارة الداخلية والخارجية خطوات فعلية لمعالجة نقاط الضعف في الجواز العراقي؟ أليس تدهور مرتبة الجواز العراقي منذ سنوات دفعت الكثير من العراقيين وعلى رأسهم الكفاءات لمغادرة العراق؟ أليس الجواز العراقي يحتل قائمة أسوأ الجوازات في العالم منذ 2003 ولغاية الآن؟ فلماذا أهملت الحكومات المتعاقبة هذا الأمر؟ هل يعقل أن 18 سنة من حكم الطبقة السياسية في العراق وكل هذا الدعم الإقليمي والدولي لم يمكنها من رفع مستوى الجواز العراقي؟ فما هي أسباب تصدر الجواز العراقي ضمن أسوأ جوازات العالم وكأسوأ جواز على المستوى العربي؟ فبحسب مؤشر هينلي العالمي والذي أصدر تقريره السنوي، جاء تقرير هذا العام للمؤسسة ليضع الجواز العراقي كثاني أسوأ جواز في العالم قبل الجواز الأفغاني والذي احتل المرتبة الأخيرة. كما أشار مؤشر هينلي بأن الجواز العراقي تصدر كأسوأ جواز سفر على المستوى العربي، وتعتمد قوة الجواز على العديد من النقاط، منها قوة الاقتصاد والوضع الأمني وقوة الجواز نفسه من حيث مواكبة آخر التقنيات في الطباعة والتي تسمح لدول العالم التأكد من المعلومات المدرجة في الجواز، وكذلك صعوبة تزويرها. كما أن من ضمن نقاط قوة الجواز العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي تتمتع به دولة ما مع محيطها الإقليمي والدولي، وكذلك المعاملة بالمثل في منح الدخول لحاملي جوازات السفر. خلونا نشوف المؤشر العالمي، مؤشر هينلي الذي أصدر تقريره لهذا العام عام 2021، وكيف أن الجواز العراقي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة من ضمن أسوأ جوازات السفر في العالم. يعني فقط الجواز الأفغاني يجي بعد الجواز العراقي كأسوأ جواز بالعالم، وهذا يعني يطرح الكثير من التساؤلات حول لماذا بقي الجواز العراقي طوال 18 سنة كأسوأ جواز في العالم. طبعا يعني بعض السنوات إجا كأسوأ جواز، يعني الأفغاني كان قبله، وإما يكون الأخير أو يكون قبل الأخير. هذا وضع الجواز العراقي منذ سنوات، ومثل ما طرحنا بالبداية يعني هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات. يعني هل يعقل بأن وزارة الخارجية أو الداخلية، إذا نقول من الناحية الفنية، ما قدرت أنه تصلح نقاط الضعف بهذا الجواز من ناحية يعني جعل الجواز موافق للشروط العالمية في الطباعة وفي تبادل المعلومات، مثل ما موجود في جوازات السفر إن كان على المستوى العربي أو المستوى العالمي؟ يعني شنو اللي راح تخسره إن كانت وزارة الداخلية ولا الخارجية في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة؟ ليش ما وضعت آلية وخطة لتدارك هذا الأمر؟ يعني 18 سنة لو جينا كل سنة ارتفع به الجواز العراقي نقطة واحدة، هم كان فرق. يعني هسه الجواز العراقي ما يقدر يدخل إلى 18 دولة، ومع احترام لجميع الدول أغلبها دول ضعيفة وغير معروفة وما يحتاجها المواطن العراقي أن يسافر أصلا بها. ليش هذا الأمر؟ ليش أنه الجواز العراقي يستمر
بهذه المرتبة. طبعا كذلك موقع باسبورت أندكس، نشوف المقطع، كذلك أدرج الجواز العراقي كثاني أسوأ جواز بالعالم، هذا الموقع العالمي كذلك باسبورت أندكس وضع الجواز العراقي كثاني أسوأ جواز بالعالم بعد أو قبل الجواز الأفغاني. نريد نستمع إلى آراءكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أحمد من الفلوجة. أحمد، برأيك ليش الجواز العراقي يستمر كأسوأ جواز أو ثاني أسوأ جواز بالعالم والأسوأ على المستوى العربي؟ وين الخلل؟ من السبب؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك حبيب قلبي. قال يا رجال فلاح، نعم، الحنطة بسحرة 550 وأعلنوا بالتلفزيون السيد محمد حلبوسي ورئيس الجمعية العامة قال زودانكم الحنطة 60,000 دينار، صارت 610 ولا يزال يسلمونا 550. نعم، شنو السبب؟ يعني بالله أقول علي والله ما أدري، يعني هي كيميائي الدولة 300. الدولة تشتريها منكم؟ الدولة زودنا 60,000 دينار آثار طن الحنطة 610 أي ولا يزال اليوم استلموا على التسعير القديم. نعم نعم، تفضل. نصينا التلفزيون أحمد، فدوة أحمد، نص التلفزيون للأخير، نص التلفزيون، تسمعني؟ أسمعك. نعم أسمعك. تمام، نص التلفزيون للأخير، أنت رجال فلاح تبيع الحنطة، يعني الوزارة التجارة بيش تبيعها أنت؟ هسه الحنطة لو مو مسوى خان، هسه الحنطة جاءت تنباع 700-650-700 برة تنباع. تمام، برة وزارة التجارة بيش تشتريها من عندكم؟ تسمعني أحمد؟ نعم، وزارة التجارة بيش تشتري من عندكم؟ نعم. الحنطة. ألو، أسمعك. ألو، أسمعك أخي أحمد. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أحمد من الفلوجة. يا ريت تعاود الاتصال بينا وتشرح لنا عن هذا الموضوع، ولكن تنص التلفزيون للأخير أرجوك، اسمعنا وتكلم من التلفون بشكل مباشر. طبعا بحسب منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، فهناك مواصفات فنية لازم يعني يتميز بها جواز السفر، مثل التبادل العالمي للبيانات باستخدام وسائل مقروءة بصريا، القراءة بالعين وآليا القراءة الضوئية، وكذلك معلومات يقصد بها التوضيح والتفضيل بشأن مواضيع تتعلق بقواعد ووثائق السفر، أحكام معينة من القواعد الدولية اللي يشير إلها الجزء الثالث من الوثيقة المسمى 9303، يعني كثير من الأمور، أشكال ومقاسات الصورة المطبوعة، يعني أمور فنية، وثائق السفر المقروءة، المعلومات، كثير من الأمور الفنية يجب أن يتميز بها أي جواز سفر حتى يستطيع حامل هذا الجواز أن يسافر بسلاسة وبسهولة. معنا اتصال أبو محمد من الأنبار، تفضل أبو محمد. نعم، أحييكم وأحيي جنابكم البطلة الشريفة. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. والله أنا مو شغلة الجواز، بالنسبة للجواز إذا هي الحكومة أسوأ حكومة بالعالم فكيف الجواز؟ يعني شلون يكون الجواز؟ نعم، فبالنسبة هاي شغلة الجواز هاي شغلة منتهين من عدها، أسوأ جواز بالعالم، يعني أي دولة تروح لها الجواز العراقي يشمرونه، ما إلى أي قيمة. نعم زين؟ زين، إذا حكينا أخي أبو محمد، يعني معقولة 18 سنة ما قدرت هاي الحكومات على طول 18 سنة أنه على الأقل تحسن من جودة نوعية الورق المطلوبة عالميا، من تبادل المعلومات، وضع الشريحة، أكو شريحة توضع
على غلاف الجواز. نعم. هاي يعني فيها معلومات حامل الجواز، معلومات أمنية، تبادل معلومات، تقوية العلاقات مع الدول. شو ما شاء الله أمريكا تدعم وأوروبا تدعم هذه الحكومات المتعاقبة والعالم العربي والإقليمي دا يدعمون ويرجعوا اللي وراء. والجواز العراقي هذا نعم. وضعه، والمواطن العراقي دا يعاني إذا عنده دراسة نعم. وإذا عنده يريد يروح علاج دا يعاني بموضوع التأشيرة ويعاني بموضوع السفر. نعم يعني شنو الموضوع الجواز. متقصد تقصير إهمال نعم. أنت تشوفه؟ نعم موضوع متقصد ضد المواطن العراقي. شو يسوون؟ موضوع متقصد ضد المواطن العراقي هذا الشيء. هذا الشيء منتهي منه. بالنسبة نجي على موضوع الثاني ولو هذا مو موضوعنا. تفضل. بالنسبة موضوع العفو العام. نعم. يعني هسه ايش قد يفترون على مود شغلة الانتخابات، يعني الحلبوسي دا يفتار على شيوخ الأنبار، يعني ما قعدوا مضيف وجابوا طاري الناس المظلومة على مود شغلة العفو العام. ليش؟ لأن يعني الشيوخ ولدهم ما عندهم أحد مسجون، بس ولد الخايبات صار لهم سنين مسجونين، ما حد داعى بيهم ولا حد يفكر بهذا الموضوع. يعني الفقير ضايع بهذا البلد يا أخي. شوفونا حل. نعم الله المعين. نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. أبو محمد بن أنبار كان معنا. محمود من الموصل، محمود برأيك ليش يستمر وضع الجواز العراقي من ضمن أسوأ الجوازات في العالم وكأسوأ جواز في على المستوى العربي؟ شنو الأسباب؟ من وراء هذا الحكومة الفاسدة. من وراء هذا الحكومة الفاسدة. من وراء هذا الحكومة الفاسدة قاعد يبيعون الكل. واحد مخلي تليفوني مسجلين يوم تسجلها. نعم. لا تشحب أهالي تأمني أنا وتودي على بغداد أخي السجناء المظلومة. إحنا الجواز مالنا هذا غير مثل يصير الجواز وأنا مثل غير حكومتنا. الحكومة الفاشلة هذا صح. يقول يا أستاذ بسنين عندك البارحة الشرقية نزلت لك إياه، قالت السجناء 250 مليون شهرياً تتخاصم عن النواب. شنو 250 مليون؟ شنو 250؟ يعني يصرفون على 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 السجون تقصد؟ لا هذه تجي للسجناء قال ياخذون النواب. شلون يطردونهم؟ هذول الفاسدين. شو مسوين ذول السعاني ولدي سنين ما عنده لهم 5 سنين؟ شو مسوين؟ جوازهم شلون ما يفسد اذا هم رئيس الفساد؟ هذا الحكيم كان يودي حنطة من هنا من المواصل راح يسلمها بغداد ب 500، يحجزها هنا يستلمها 200 من الفلاح. هذه الحكومة انتهت. إذا ما الله يفكنا قاعد يبيعون السجين بيع. تخبر لأهلك ب 50,000 100,000. البارحة ولدي دزوني يقول والله ما عندنا فلوس ترى خابر. ولا اليوم 5 سنين يعني ولدي ما عنده لهم وين. والله كريم وإن شاء الله أقربك شواني ممنون. شكرا محمود من الموصل كان معنا. طبعا بسبب ضعف الجواز العراقي خسر العراق الكثير من رؤوس الأموال التي ذهبت إلى دول تعطي إقامات دائمة وجوازات سفر مقابل الاستثمار فيها، كما خسر العراق الكثير من الكفاءات بسبب الوضع الأمني وضعف الجواز العراقي الذي دفع الكثير من هذه الكفاءات للهجرة إلى خارج العراق. معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر برأيك ما هي الأسباب التي تجعل الجواز العراقي يستمر كأسوأ جواز في العالم ويحتل طبعا بحسب مؤشر هنالي العالمي يأتي بالمرتبة ما قبل الأخيرة ويأتي كأسوأ جواز على المستوى العربي؟ هل هي أسباب برأيك بسبب الوضع الأمني، بسبب الوضع الاقتصادي، أم أن الحكومات المتعاقبة يعني قصرت كثيرا في موضوع رفع الجواز العراقي؟ يعني تدري أكو ناس تطلع دراسة واللي يريد يطلع سياحة واللي يريد يطلع علاج. ما معقولة أنه يتعذب في كل الدوائر يتعذب المواطن العراقي. برأيك ما هي الأسباب أبو عمر من بغداد؟
اني اشكرك، حياك الله استاذ عمر، حيا الله قناه الرافدين وحيا الله مشاهديها. يا هلا بيك، الله يسلمك. يا اهلا وسهلا استاذ عمر. استاذ عمر، بالنسبه جواز السفر العراقي هو احد يعني نقدر نقول من القصور اللي حكومات المتعاقبه اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. الجواز العراقي صار بسبب هاي الحكومات الفاشله واللي حكمت العراق، يعني اصبح فاشل واصبح يعني مو مهم حتى المواطن العراقي. ليش؟ لانه كثير يعني من الحياه بالعراق عندنا ماكو لها اي اهتمام، يعني ناهيك عن الزراعه والصناعه وهاي الامور ناهيك عنها. فإن يعني مجال تقدمنا بلدان العالم اللي كنا قبل 2003 كان الجواز العراقي إلى مكانته. الحكومة أيضا الحكومات السابقة اللي عندنا كانت لها مكان المواطن العراقي، فمن يسافر خارج الدول الأوروبية أو العربية فكان الجواز والمواطن العراقي إلى أهمية وإلى إدراكه ووجوده يعني مهم يعني بالعالم كله العربي أو العالم الأوروبي، فكان يعني إلى نقدر نقول فمكانة مهمة. ليش؟ بسبب لأن الحكومة لها ولاها الشعبها لحبها لاحترامها للمواطن، فكان محل ما يقدر يسيء عن الجواز العراقي أو المواطن العراقي. هسه الآن الجواز العراقي صار مسيء. ليش؟ لأن سبب الأحزاب وسبب الحكومة اللي خلت هذا الجواز العراقي والمواطن العراقي ما يعني مهان. يعني احنا قبل ايام شفنا اكو بعض دول المواطنين من هاجره وبعض الدول اللي شفناهم بالمقاطع الفيديو كيف يعني يضربوهم الحرس الحدود وكيف يهانوهم وكيف يستقبلوهم، يعني ما قدموهم اي شيء. لكن لو هاي اذا كانت في السابق لكان احترامه للمواطن العراقي قدرونه يهابونه. ليش؟ لانه رئيس جمهوريه عدل ما يقدرون اي بشر يعني. زين، انت تعتبر هذا الامر يعني هذه السياسه انت تقول بسبب فساد الحكومات المتعاقبه، هل هو نعم. هل هو امر متعمد برايك لو بسبب الوضع الامني اللي يمر به العراق؟ استاذ، هو نقدر نقول الوضع الامني على صفحه او الامر متعمد. هذا متعمد ليش؟ لانه هسه المواطنين العراقي كل العراق يشوفون يعني استخافه بالمواطن العراقي غير الدمار والاذيه والقتل والتهجير والسلب وحقوقه منتهيه، فشنو بعد الى دور المواطن العراقي؟ فهم ماكو اي يعني حب للمواطن العراقي، ما عندهم اي ولا ما عندهم اي يعني نقدر نقول بصوره عامه اكو مواطن عراقي متاذي من اجل انسان لحد الان، ما فادوا الا جماعتهم، ما فادوا الا احزابهم، ما فادوا الا اللي يمشوا وياهم. فاحنا بصوره عامه كعراقيين يعني زين صعبه يعني. زين ماشي، برايك صعبه على وزاره الداخليه يعني طباعه جواز بمواصفات عالميه معترف بها متعارف عليها بين دول العالم؟ هل صعب على وزاره الخارجيه ان تكثف مع الدول العلاقات؟ يعني ما شاء الله يوم 2012 قمة جامعة الدول العربية في بغداد، قبل كم يوم قمة نعم. بغداد، أكو تمثيل للدول أغلب الدول الأوروبية والأجنبية والعربية على تمثيل في العراق، هل عجزت وزارة الخارجية كذلك من يعني تذليل العقبات أمام المواطن العراقي ورفع الموضوع الفيز و تسهيل الامر ورفع قيمه الجواز العراقي؟ استاذ عمر، بالنسبه يعني الجواز العراقي اذا كانت وزاره الداخليه او المسؤول عنها يقدر يخلي هذا الجواز الى طبعه زينه الى اهتمامات اكثر، يعني هاي عرفوه هم. لكن وزاره الداخليه هم اصلا الشعب العراقي ما معترف فيه، لان وزاره الداخليه كلها ضم احزاب وميليشيات وعصابات. هاليوم المواطن العراقي اذا صار باي تعرض من جهه وزاره الداخليه ما تقوم له بواجبها ولا تقدر تجيب حقه، لان صارت عندهم امور هواي بالعراق، فوزاره الداخليه لا شيء، هي ايضا من تنمي للاحزاب اللي موجوده مع هذه الحكومه. والخارجيه؟
الخارجيه يظل يستذكرهم. يعني هسه احنا العراق اذا هو الشعب العراقي ما معترف لا بالحكومه ولا بالحكومه اللي المتعاقبه اللي راحت ولا بالجايه، حتى دول العالم اللي يعرفون العراقيين انه متاذين من سبب هاي الحكومات المتعاقبه. نعم. فكيف يكون يسوون جواز يصلح يعني الى مكانه والى هيبته؟ يعني اشكرك ويرجع. ابو عمر من بغداد كان معنا، ابو مصطفى من السويد. ابو مصطفى، ليش الجواز العراقي يعني صار له سنوات يستمر كأسوأ جواز في العالم؟ الله عمر اهلا بك، تحيه لك وتحيه لقناه الرافدين اخي عمر. اهلا بك، يا اهلا بك اخ عمر. نعم. ما دام دول موجودين الجوي مع المحتل، الجواز العراقي ما يصير خامس. خامس ما يصير. ليش؟ اول شيء هم جوي ما عندهم خبره، يعني يقودون بلد. ناس كانوا قاعدين حش السامع شلون مشاريه، كان قاعدين عايشين برا لا شغل ولا عمل، وقاعدين على 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 الحيله وعلى الكلاوات وياخذون فلوس، فالجو اذا يقودون البلد هنا البلد ما ينقاد بهيجي. شوف الخارجيه، الخارجيه هي مثل دوله، المفروض الخارجيه اكو وزير خارجيه ذكي، من يعين سفير ذكي عنده خبره عنده شيء. انت تعرف عمر هاي باوروبا السويد والدنمارك وغيرها، تعرف السفارات شلون تقول حسينيات؟ مو سفارات. زين، مو سفارات. زين، بال 78 عمر، بال 78 انا سافرت تركيا، من تركيا طلعت البلغاريا، رحت البولونيا، والله بالقطار ينطونا الفيزا، بالقطار يعطوك الفيزا للبولونيا. وصلنا الألمان الشرقية قبل ما تصير الغربية سوا والشرقية ورجعنا. جواز العراقي كان اقتصاد قوي، كان اكو دولة، كان اكو دولة تخوف، مو هذول العرب انشية من اللي بيهم يفتهم. اكو واحد خريج توسط ينوسير ما يعرف، يعني اكو سفير هنا صار له سوي 4 سنوات يعرف 10 كلمات سويدي 10 كلمات انجليزي ما يعرف، جايبي والله شنو ابن خالته السيد وجايبه. فهذول ما راح يبنون دوله عمر. لا يبنون دوله ولا راح يسوون دوله، وراح يظل الجواز يعاني. زين. وشوف اكو فد نقطه عمر. كل الدول من امريكا، اوروبا، الدول العربيه، دول الجوار، ايران، كلهم داعمين هاي الدوله باوع. المفروض هاي الدوله على هذا الدعم تصير احسن دوله بالعالم، انقذ دوله هسه. نعم. شوف اكو شغله عجيبه يعني. المفروض هذا الدعم الاوروبي والامريكي والخليجي والدول الجوار، المفروض هاي الدوله تصير فالدوله مقاربه للخليج، ولكن المشكله بهذول الجوي ما بهم واحد بيحب، كلهم جوازاتهم اجنبيه. يقول لك انا خلي ابوك شو تسوي؟ طز بالعراقيين، صعد الجواز ولا نزل؟ هم ما عندهم غيره على العراق، ما عندهم غيره على العراق. وانا اشكرك اخ عمر، مار لا طير عليك. شكرا جزيلا. ابو مصطفى من السويد كان معنا. طبعا احنا تحدثنا بانه ضعف الجواز العراقي دفع الكثير من الكفاءات للهجره خارج العراق، وكذلك هناك الكثير من الكفاءات حاليا بسبب هذا الوضع وبسبب سوء الجواز العراقي يفكرون بالهجرة خارج العراق. طبعا في مارس الماضي من هذا العام حذرت دراسة علمية جديدة من إمكانية هجرة ثلث الأطباء العراقيين في المستقبل القريب بسبب الأوضاع العامة في البلد ومشاكل وتحديات تعتري حياتهم المهنية، بينما أكدت نقابة الأطباء هجرة الآلاف منهم في غضون الأعوام الماضية. الدراسة أو نتائج الدراسة أظهرت، والتي أعدها 3 أطباء ونشرتها إندبندنت عربية، 3 أطباء من الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية، بأن 92% من الأطباء العراقيين لا يشعرون بالأمان لأسباب من أبرزها التهديدات العشائرية والحوادث الإجرامية والتعسف الإداري والخوف من العدوى بأمراض خطيرة، وبأن ثلث الأطباء قد أصيبوا بالفعل خلال عملهم في المؤسسات الصحية بأمراض خطيرة كفيروس كورونا والتدرن الرئوي والتهاب الكبد الفيروسي، وبأن 75% من الأطباء المشاركون في الدراسة تعرضوا للعنف كالضرب والسب والإهانة والتهديد، وثلث الأطباء خضعوا إلى لجان تحقيقية، وبأن 13% منهم مثلوا أمام القضاء بسبب عملهم. طبعا الدراسة المبنية على استبيان شمل
606 أطباء من مختلف الاختصاصات ومن جميع المحافظات العراقية بأن نصف الأطباء تقريبا لا يملكون عيادات طبية خاصة، ثلثهم لا يملكون سيارات شخصية، 73% من الأطباء يمثل الراتب الحكومي مصدر دخلهم الأساسي، 25% فقط من الأطباء يشعرون بالتقدير في أماكن عملهم، 84% يعانون من عدم توفر فرص التدريب لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم، و89% من الأطباء يشكون نقص الأجهزة والمعدات الضرورية لعملهم في علاج المرضى، و92% يفتقدون بيئة العمل المريحة، و41% منهم لن يختاروا الدراسة في كلية الطب لو رجع بهم الزمن إلى الوراء، و50% منهم لن يختاروا نفس اختصاصاتهم الحالية. طبعا أشارت الدراسة إلى أن ثلثي الأطباء يعتبرون شكر المرضى لهم هي أفضل هدية أو مكافأة يمكن أن يحصلوا عليها، و50% من الأطباء يعتقدون بأن راحة الضمير هي أهم مصدر لسعادتهم، بينما اعتبر 25% منهم بأن نجاحهم في عملهم هو مصدر سعادتهم، وذكر آخرون بأن شكر المرضى لهم مصدر سعادتهم. طبعا معظمهم يفكرون في الهجرة، ولعل أكثر نقطة مثيرة للقلق بحسب الدراسة بأن 85% من الأطباء العراقيين الموجودين اليوم بالعراق يفكرون بالهجرة، وثلثهم يعملون بشكل جدي لترتيب إجراءات الهجرة، وكذلك بسبب الأوضاع وعدم التقدير في الداخل وضعف الجواز العراقي اللي يحد من تحركهم بسهولة بين دول العالم. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، برأيك لماذا الجواز العراقي يستمر كأسوأ جوازات العالم أو دول العالم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. بالنسبة للجواز، نعم، يعود إلى هيبة الدولة. قوة الجواز من قوة هيبة الدولة. أنت تعرف أكو بعض البلدان بالجواز مالتهم يعني يكتبون للمواطن إذا تكون تشيط بك مشكلة بأي دولة تكون دولتك هي أول من المدافعين عنك. إحنا إذا هذا يتبع قوة الدولة. إحنا ما عندنا يعني دولة اللي تدافع عن مواطنيها. يعني مع كل الأسف يعني إحنا يعني أصلاً يعني طلعنا من قياسات الدول صراحة. إحنا اليوم أصبحنا يعني تحكمنا ميليشيات ومافيات، ما عندنا دولة. وشوف انت الحكومة يعني ما عندها قوة، ما عندها قدرة على ان تفرض سيطرتها على البلد ولا على القوانين اللي تسير امور البلد وامور الشعب. يعني ما عندها قدرة. اذا هي الميليشيات العصا والسلاح المنفلت هو اللي جاي اليوم يتحكم بالبلد. مو يعني احنا ما لا عندنا اليوم دولة ولا عندنا حكومة. زين ماشي، يعني هو المواطن العراقي من يطلع جواز او يروح لاي معاملة هو ده يدفع رسوم. ايش راح تخسر وزارة الداخلية اذا رفعت من كفاءة الجواز العراقي من الناحية الفنية، من ناحية الورق، من ناحية الطباعة، من ناحية تبادل المعلومات، من ناحية وضع الشريحة، هذا السيم كارت بالجواز، وهي هيش راح تأخذ الرسم من المواطن العراقي. شنو اللي راح يأثر؟ وهذا بدورة راح يرفع من قيمة الجواز العراقي ويجعل من المواطن العراقي المسافر أنه يستطيع السفر ما نقول لكل الدول ولكن لبعض الدول بسهولة. شنو اللي راح تخسره دكتور؟ انت تعرف كل زين الحكم بالعراق هو حكم محاصصه وحكم توافقي، فالوزاره عايده الى حزب والحزب هو اللي يتحكم بهاي الوزاره. فلا لا، هاي المسميات مال وزاره الداخليه وزاره الدفاع هذه مجرد يعني مسميات لا اكثر يعني، والا هو هاي الاحزاب هي اللي تتحكم، هي اللي يعني تقود البلد. مو احنا ما قلت لك قبل شويه، قلت لك ما عندنا احنا يعني دوله تقود البلد، هي الميليشيات اللي
هذه يعني انت تقول ليس هناك اراده، ليس هناك اراده حقيقيه لتعديل او رفع مستوى الجواز العراقي؟ مليون بالمئة دكتور. وين هي الإرادة؟ لأنه هي الإرادة دكتور يعني شو مثل ما تقول إرادة خارجية. يعني إحنا القرار، صناعة القرار مو عراقي، صناعة القرار يعني بين دول إقليمية هي اللي تتحكم بصناعة القرار العراقي. فلا يعني لا الوزارة الوزير يقدر يفرض سيطرته ويفرض قوانينه، ولا الدولة مؤسساتها ما يعني ما لها أي هيبة. فلذلك شوف الجواز العراقي جواز بعيد وما له أي قيمة. وتحياتي لك دكتور. شكرا لك عبد الرزاق من باب الكنا معنا. حسن من بغداد، حسن برأيك لماذا الجواز العراقي ثاني أسوأ جواز في العالم بحسب مؤسسة هنلي التي صنفت أو المؤشر السنوي لها، وكذلك يعني الجواز العراقي هو أسوأ جواز على المستوى العربي؟ ما هي الأسباب؟ حسن من بغداد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسن من بغداد. معنا اتصال أبو علي من المدان، تفضل أبو علي. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا، الله يسلمك. الله يحفظك. ليش الجواز العراقي أسوأ جواز بالعالم أو ثاني أسوأ جواز بالعالم؟ رحم الله والديك، أسوأ جواز بالعالم أو جواز العراقي؟ ليش؟ لأن أسعد دولة وأسوأ دولة بالدول العربية هي الدولة العراقية. لأن احترام الدولة من احترام الجواز. إذا الدولة محترمة بين الدول الجواز مالتك محترم، وإذا الدولة مو محترمة بين الدول الجواز مالتك مو محترم. دولة يعني هيكلة، دولة تابعة إلى الدوليات، إلى إيران وإلى إسرائيل وإلى أمريكا. أسألك شوف أستاذ عمر في دول قلبك. نعم. المؤتمر اللي سووه ذاك اليوم، هل جابوا العراق بالإمار؟ أخذت تركيا لساتين المياه على العراق؟ السفير الإيراني اللي يعوف الدول وراء رئيس الكويت إذا ما أعتقد هو يقف قدامه، هل قالوا له لساتين المي على الشعب العراقي؟ نعم. هل قالوا الشباب شباب في المعتقلات؟ دولة فاشلة يا أبو من عين الشرفاء والخيرين. أنا أقصدك على الفاسدين، على الحرامي، على السراق اللي دمروا هذا البلد. والله يا أستاذ عمر ما يتوقعون لهذا البلد، بلد تاريخ، بلد الحرارات، بلد الرافدين. تحكم هيكي ناس حذالة، والله تجاوز أحد عقلك. شنو اللي قدموه من 2003 إلى هذا اليوم؟ نعم. شنو اللي قدموه؟ أو استعد من الشمال إلى الجنوب. والله أستاذ رفل أنا أم بغداد، والله مرأة سورية لقيت عقب بغداد، قلت لي ليش الجديد؟ قالت والله يا أخي، قالت وين أروح؟ وانا دبعت الدفتر. يعني تقول والله من يجي راس الشهر ويجي ابو البيت يقول ما عنده فلوس الايجار. يا اخو انت قارنها يا هذا. الله المعين. يعني ترجى من هاي الحكومه، والله هاي الحكومه دمار لهذا الشعب. نعم. اني اشكرك. أشكرك أبو علي من المدائن كان معنا. رسالة على الواتساب من حسين الكعبي من محافظة ميسان يقول السلام عليكم لك ولقناة الرافدين. يقول أخ العزيز، نتكلم عن الجواز العراقي، يقول شيء متوقع أسوأ جواز بالعالم؟ السبب إحنا ما عندنا حكومة. يقول إحنا تحكمنا ميليشيات تسرق وتقتل. يقول الجواز يمثل الدولة وهيبة
وهيبتها، واحنا ما عندنا دوله، ومن حق كل دول العالم ما تحترم الجواز العراقي لسبب احنا حكومتنا تقاطع كل دول الجوار وكل العرب وعلاقاتها فقط بايران وبالحرس الثوري كما يقول. كل تفكيرهم شلون يسرقون، شلون يقتلون ويهجرون الناس، ما يفكرون بالمواطن بالخدمات، شلون يخلون الجواز العراقي والمواطن العراقي محترم بين الدول. لا يوجد حل بالعراق إلا بتغيير الطبقة السياسية بأكملها وطرد الميليشيات والسيطرة على السلاح المنفلت بيد الميليشيات والعشائر. بذلك الوقت ممكن نكون دولة مدنية محترمة، حتى الدول تحترمنا وتقدر الجواز والمواطن. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال حسن من بغداد. حسن، ليش الجواز العراقي منذ سنوات يبقى كأسوأ جواز بالعالم برايك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك اخوي؟ يا هلا بك، اهلا وسهلا بك. بخصوص الموضوع اللي هسه طارحه انت حضرتك، نعم، بخصوص الجواز، نعم، احكي لك فد طرفه صارت عندي في احدى يعني على مود الجوازات. في بالتسعينات تقريبا، نعم، كنت مسافر الى فرنسا، نعم، فكنت احمل الجواز الدبلوماسي، كان عندي جواز دبلوماسي، نعم، فشات الصدفه بانه بالمطار الفرنسيين صار عندي تأخير بي، يعني مقصود كان التأخير بالجواز، نعم، شافوا كون عراقي يعني، نعم، فتأخر انطوني الفيزا، يعني تدري الدبلوماسي ينطوا فيزا 24 ساعة دخول البلاد مالتهم، نعم، ذاك البلد، نعم، فحاولوا يعني شلون يأخروني، يعني متعمد، تأخير متعمد. فحاولت بأن اتصل بالسفارة، السفارة بلغتهم بأنه هذا دبلوماسي عراقي ولازم تهيئوا له شغلته، فصارت ضجة يعني بهذا الموضوع. يعني جا أقول أنا بخصوص الجواز، يعني شلون إلى كان دور، نعم، قبل سابقا الجواز العراقي. فاتصلت السفارة، اتصلت بالعراق بغداد بالمركز. بنفس اللحظه كان اكو طيران فرنسيين كانوا يتلجون من بغداد الى فرنسا، فصار التاخير على نفس الفرنسيين. قال شلون العراقي موجود هناك متاخر في فرنسا؟ هسه احنا حاليا هم نفس العمليه. فتقريبا يعني صار ضجه بالمطار وهذا. قال انت اتصلت لان ثقه الحكومه مالتكم منك على الجواز مالك لان انت ماخذينها. قلت طبعا كل اللي موجودين طلعوا من التأشيرة إلى الآن، ليش يعني مبقيني وأنا جوازي دبلوماسي؟ نعم. فصار ضجة كلش قوية، يعني ذاك الكون كان الجواز قوي وإلى سمعته وإلى هيبته. فهي الضعف وين يصير؟ الضعف بالدولة يا حبيبي. الضعف إذا كانت دولته قوية وإلها سمعة، ذاك الوقت يعني كان إلى دور يلعب الجواز، بحيث يعني أنا مسيطر من انطي جوازي، يكون رافع راسي من انطي جوازي. هسه لا، يعني يشمر الجواز ما يفتي واحد يشمر عراقي بس واحد يشمر وكانما يعني جاي من عالم ثاني، يقول العراقي يعني يشمئز من عند الجواز. ليش الشكل هذا؟ على الاسف هذا غير ضعف هو من الدوله.
زين اخي حسن، هذه الحادثه وقعت لك بمنتصف التسعينيات، يعني بعد بعد ال 91 وبعد الحصار والتضييق على العراق، وهي صارت ضجه. لا لا اي مو ليش؟ لانه يعني كان اكو دوله قويه يعني حمتني انا وجوالي. نعم يعني مو هنا الحكي، يعني هسه انت من تروح المطار ويسوي لك هالشكل، من 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 ينبه لك؟ نعم اخذ لنا شغله ديك بعد. فشوف يعني التاثير الدبلوماسي العراقي اللي موجود هناك، كل الموجودين يعني شوف له دور، يعني يخافون من الجواز العراقي، يخافون من عنده. نعم هسه ما له اي، انا عندي الا كان في تركيا يعني نيبان جواز يعني حال اي يعني ما له اي اهميه. نعم بالفعل قوة الجواز من قوة الدولة. اي حكومة الجواز هي حكومة الدولة، هي من حكومة الجواز. نعم ايش ما كان جواز حكومتك قوية، جواز قوي. نعم انت ليش الجواز الامريكي باقي الدول ليش يعني من يعطي الجواز ماله؟ يعني ليش احنا العراق هالشكل يعني؟ بس احنا العراق ليش دول الخليج الباقية؟ نعم ونقول ان شاء الله الله يصلح هذم الامور هاي ان شاء الله. أنا أشكرك وعلى هذه القصة الشيقة. حسن من بغداد كان معنا. صباح من الفلوجة يعاود الاتصال، تفضل. صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا أهلا بك. الله يسلمك ويحفظك، تفضل. عيني سلمك والله. البرنامج مالك والإذاعة مالتك عراس، يسلم راسك. عيني ربي يحفظك، تفضل. عيني سلمك أستاذ. والله أنت تسولف على الجواز. نعم الحكومات الوحدة فوق وحدة دمرت العراق دمار. نعم والله يا عمي دمرت دمار. خلت تعاني مشي بالمطلوبي وهذا اللي هي مو بس الجواز، كل شيء تجارة صناعة، يعني شيء اللي بالعراق دمروه اهلكوه ووقعوا على، لأن ماكو حكومة أنها صحيح وبتشتغل صحيح. يعني مطار ولا الأردن ولا سوريا ولا باقي الدول، والله كان 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 شلون يقول مدبس يم العراقي، من العراقي لسمعة وهيبته. هسه عين الله كيلك قام لا العراقي ولا شيء بالعراق انه صار براسه خير. مع الاسف. والله يعني شيء من 2003 شيء ما ظل العراق ولا المواطن العراقي له هيبته خلاص. شكرا. أنا أشكرك. صباح من الفلوجة كان معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. أخي أبو فاطمة، يعني الأخوة ذكروا أنه قوة الجواز من قوة الحكومة، وإحنا يعني الطبقة السياسية اللي تحكمها من عام 2003 والمشاكل الوضع الأمني والفساد، وعلى الرغم من الدعم الإقليمي والدولي لهذه الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة، إلا أنه طبعا الجواز هو جانب من جوانب معاناة المواطن العراقي، يعني ليس فقط الجواز. يعني أنت برأيك إذا نتحدث من ناحية فنية، من ناحية علمية، من ناحية منطقية، هل يعقل أنه 18 سنة يستمر وضع الجواز على حالة؟ يعني تدري أنت من تجي على الجواز العراقي الورق مالته تعبان، من تروح تشوف جواز ثاني لا يختلف، الجلد مالته هم مو بذاك المستوى، شريحة ماكو، يعني حتى الأمور الفنية ما قدروا ينجزوها. برأيك ليش؟ لأن الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. أهلا وسهلا بك، حياك الله. بالنسبة لي الجواب يعني بسيط جدا، لأن المسؤول على إصدار الجوازات وزارة الداخلية، كل الوزراء هم تبعية إيرانية من منظمة بدر، فالدول ترى مو غشيمة، تعرف من هؤلاء التزوير والأفراد اللي أخذوا جناسي وجوازات، فيعرفوهم. أخي لا يثقون بوزارة الداخلية كمليشيا هي في العراق، هذا معروف. والأخوة تكلموا أخي، وثم تتكلم على أمور الفنية. الفنية هي سهلة،
سهله لانجاز جواز يعني ماديا ان يكون بمستوى عادي، لكن يحتاج فلوس حتى يحتاج اموال، لكن الاموال وين تذهب بجيوب هؤلاء؟ فيسوي لك ورق اي كلام. ادري احنا هم حكيناها قبل شويه، يعني هو بالاخير ده ياخذ رسمه من المواطن. نعم، يعني اوكي، اذا هو اليوم خلينا نقول رسم الجواز 20 دولار 30 دولار، طبعا انا واحد من الناس ب 2008 يعني دفعت مبلغ كبير حتى اطلع جواز سفر حقيقه، يعني ويعاني منها المواطن اللي يعني عنده حاله مرضيه، عنده يريد يسافر لازم يدفع مبلغ. نعم، ما ادري عاد هسه الوضع اختلف او لا. نعم، هو راح يدفع، المواطن راح يدفع رسم. يدفع اخي، المواطن يدفع في كل مكان. يعني يدفع هم المواطن. هذا هم استثمار للدوله، استثمار للبلد. يعني معقول استاذ عمر العراق ما يدخل الان؟ ما يدخل فقط 5 دول دون تاشيره، والان هو اخر دوله في الدول العربيه، رقم 22 في الدول العربيه من أسوأ الجوازات، ورقم 200 في السلم الأسوأ في عالميا. يعني دولة ما يستحون، يعني ما يخجلون، يعني العراق معقوله وادي الرافدين والدجله والفرات والنفط والغاز وكذا وكذا. يعني لا أخي، لا، هؤلاء الموجود، المشكلة أخي عمر، هؤلاء ناس أولا لا ولاء لهم، لا غير لهم، أنا أقولها لا دين لهم، ليس ما يهمهم العراق، المهم جيوبهم ايش قد تنترس وعوائلهم وأبنائهم في الخارج، هذا أهم شيء، ما يخلي يصير الجواز العراقي أسفل السافلين، ما يهمهم أخي. بل بالعكس، إيران تريد أن يصبح العراق أسوأ من هذا، لأن الحقد والإجرام هكذا. هذه هي الوضعية في العراق إذا ما توجد دولة، لأن معروف تكلمت قبل قليل أنه قوة الجواز من القوة الاقتصادية والقوة السياسية. ما شاء الله، القوة الاقتصادية إحنا الآن يعني تقريبا مفلسة، أفلس العراق، والسياسية معروفة كلها من إشياء. أشكرك أبو فاطمة النجف، كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، التي تحدثنا فيها حول استمرار الجواز العراقي كثاني أسوأ جواز على المستوى العالمي والأسوأ عربيا. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.